أقسام التقليد، هنقول أمثلة يعني. مثل زي نزول السيد المسيح إلى الجحيم، هناك بشر الأموات بالخلاص ونقلت أرواح الأبرار إلى الفردوس. جت منين؟ في مزمور 16 بيقول لأنك لا تترك نفسي في الهوية، وبطرس الأولى بيقول فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل خطايانا، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن اللي هو إيه؟ الجحيم. ويرجع يقول إذ صعد إلى العلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما إنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات. يبقى كل ده بيوضح الفكرة بتاعت إن السيد المسيح نزل للجحيم ليبشر الأموات بالخلاص. وبتسمعوها في القداس لما أبونا بيصلي يقول إيه؟ نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. وهنا أخش معاكم إن أي تعليم وأي عقيدة موجودة في التقليد تلاقيها مدعمة بآيات من الكتاب المقدس، ويجي التقليد يدينا نصوص أوضح وأصرح وبصراحة، زي مثلا سر الميرون ده ورد في الكتاب المقدس باسم ايه؟ المسحة. برافو عليك. ده اتحدث عنه الآباء في القوانين، يقول له أيها الأسقف أو القس يجب أن تمسح بزيت ثم تعمد بماء وأخيرا تختم بالميرون. هنا بيشرح له المسحة، سر المسحة بيتشرح، اللي هو ازاي اللي مذكور ضمنا في الكتاب المقدس أصبح واضح وصريح في التقليد.